بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي طلاب الفرقة الأولى كلية الزراعة جامعة دمياط وأبناؤنا طلاب العلم في كل مكان. أهلا ومرحبا بكم مع الجزء الثاني من المحاضرة السادسة التي نتناول فيها شرح مورفولوجيا الأوراق. انتهينا في الجزء الأول من تعريف الأوراق الخوصية، ثم ذكرنا أهم الصفات المورفولوجية اللي بتميزها عن باقي أعضاء النبات، وقلنا إن هي صفة واحدة وهي وجود برعم إبطي في إبط كل ورقة. بعد كده انتقلنا لشرح الوظائف العامة للأوراق الخوصية، ثم انتقلنا إلى شرح التركيب العام للأوراق الخوصية، وقلنا إن الورقة بتتكون من قاعدة وعنق ونص، ومسكنا جزء جزء واتكلمنا عنه بالتفصيل وتعرفنا على أشكاله. وبعد كده قسمنا الأوراق على حسب طبيعة النصل إلى أوراق بسيطة وأوراق مركبة. الأوراق البسيطة عرفناها واتعرفنا على أشكالها المختلفة، ثم عرفنا الأوراق المركبة وتعرفنا على أشكالها المختلفة. وفي الجزء ده إن شاء الله هنبدأ نكمل حديثنا عن مورفولوجيا الأوراق، وهنستهل الحديث بشرح أشكال النصل. وهنا بعرض لكم شريحة بتوضح معظم أشكال النصل الشائعة في أغلب النباتات. ليس الغرض من هذا العرض هو أنك تحفظ كل شكل وتحفظ اسمه، وإنما من خلال هذا العرض هعرفك إزاي تحكم على شكل النصل، لأن أنا بعرض هنا بعرفك الأشكال وبنحكم عليها إزاي. يعني بجيب لك أنصال وبعرفك إحنا بنحدد شكلها إزاي، العملية مش حفظ. انما انت لو جالك ورقه في الامتحان علشان توصفها، بيكون احد النقاط المطلوبه في الوصف هو انك تحدد شكل النصل. تحدده ازاي؟ بنظر على النصل امامي كده واشوفه مقارب لاي شكل من الاشكال اللي انا اعرفه، وبقول شكله كذا. في بعض الاشكال بتبقى متقاربه مع بعضها، فدي هعرفك ازاي تميز بينها وبين بعض. فنبدا مثلا ناخد نموذج زي النموذج الاول هنا. الشكل العام للنصل يشبه الى حد ما شكل المستطيل، او بيميل الى الشكل المستطيل، فبقول النصل هنا شكله مستطيل. بالنسبه للنصل اللي بعد منه، انا بتكلم عن النصل مش الورقه، النصل اهو اللي بمشي عليه بالمؤشر ده اللي هو الجزء الاخضر المفلطح. هنا مش اخد الشكل القلبي، البعض ممكن يقول لك ده قريب من الشكل القلبي، لا. هنا بص كده على الضلعين كده والقاعده والضلع ده، تلاقيه بيميل الى شكل المثلث او رمز الداله، فبنقول عليه دلي. ننقل على شكل تاني اللي هما الشكلين اللي امامي دول اللي ممكن يحصل فيهم التباس. الشكل الاولاني ده بنقول عليه سهمي، والتاني بنقول عليه مزراقي، مع ان الاثنين شبه بعض، يعني الاثنين بيشبهوا راس السهم، لكن في فرق بينهم. وده دوري هنا ان انا اوضح لك الاشكال اللي في بينها تشابه، ازاي تميز ما بينها. في حاله النصل السهمي بيكون النصل مقسوم من قاعدته الى فصين اللي انا بشاور عليهم بالمؤشر دول، كل فص منهم حفته على استقامه حافه النصل. في الحاله دي بسمي النصل سهمي. اما اذا لاحظت ان الفصين اللي موجودين عند قاعده النصل بينحرفوا للخارج قليلا، يعني حافتهم مش على استقامه حافه النصل، يبقى بنسميه مزراقي. فكده احنا عرفنا الفرق ما بين النصل السهمي والنصل المزراقي. النصل الشريطي اللي هو النصل اللي بيكون طويل، مش مستطيل، لا، بيكون طويل بيشبه الشريط، زي انصال اوراق نباتات العائله النجيليه اللي هي موجود قدامي هنا. النصل ده مش مستطيل، لا، ده بيكون طويل قوي بيشبه الشريط وبيكون مسحوب عند قمته، بنسميه نصل شريطي. نصل تاني بنسميه النصل الانبوبي، اللي هو بيبقى عامل زي الانبوبه ومجوف من الداخل زي انصال اوراق البصل. في الحاله دي بنقول على النصل انبوبي. نيجي مثلا اوراق موجوده عندي اهي، بلاحظ ان الاوراق اسطوانيه رفيعه ومدببه عند القمه، في الحاله دي نقول على النصل ابري، طالما ان هو اسطواني رفيع جدا ومدبب عند القمه يشبه الابره، يبقى ايه؟ نصل ابري. النصل الكلوي اللي هو بيشبه الكليه الى حد ما، زي ما احنا شايفين في النصل الامامي ده اللي هو نصل اوراق خف الجمل، تلاحظ ان هو تقريبا بيشبه الكليه، فبنسميه نصل كلوي. النصل اللي هو بيكون قطعه مستديره ده بنسميه نصل دائري. هنا النصل ممكن اقول عليه دائري بس لو العنق بيتصل بقاعده النصل، انما العنق هنا بيتصل بمنتصف النصل من اسفل، فبيخليه بيبقى عامل زي الدرع، كانه درع، فبنسميه درعي. لو العنق هنا بيتصل بقاعده النصل يعني في الحته دي، يبقى هيبقى نصل دائري، انما لما الاقيه متصل بمنتصف النصل من اسفل، يبقى بيخلي النصل في الحاله دي يشبه الدرع، فبنسميه درعي. النصل القلبي بلاحظ ان النصل بياخد شكل القلب تقريبا، من حيث ان هي قاعدته بتبقى مقسومه الى فصين، الفصين دول حوافهم مستديره مش مدببه زي السامي، والعنق بيتصل بالنصل فيما بين الفصين، بنسميه قلبي. هنا دي ورقه مركبه من ثلاث وريقات، كل وريقه فيهم نصلها اخد شكل القلب بس مقلوب، ليه؟ لان هنا راس القلب هي اللي متصله بالعنق، انما الفصين لاعلى، على عكس الشكل القلبي، العنق بيتصل بالنصل في المسافه اللي بين الفصين بتوعه.
ده نسميه قلب مخلوب وده بنسميه قلبي. نصل مروحي بيبقى النصل اخد شكل مروحه اليد، بنسميه نصل مروحي. النصل الملعقي يمكن الصوره هنا مش معبره قوي، لكن النصل ده موجود، يعني بيبقى عريض من طرفه مسحوب ناحيه القاعده بتاعته، والحواف بتاعته بتبقى منحنيه لاعلى بالظبط بيشبه الملعقه، فبنسميه ملعقي. النصل البيضي اللي هو بياخد شكل البيضه الى حد ما، من حيث ان قاعدته بتكون مستديره وعريضه كده بالشكل ده، وبتتسحب ناحيه القمه تدريجيا بتاخد شكل البيضه، فبنسميه بيضي. بعد كده عندي مجموعه تانية من الاشكال سبق شرحناها واحنا بنتكلم عن اشكال الاوراق البسيطه، الورقه البسيطه المفسسه ريشيا، بس هنا احنا بنوصف النصل. فلما باجي اوصف النصل والاقي نصلها بالشكل ده بقول نصل مفسس ريشيا، يعني شكله ان هو مفسس ريشيا، وده نصل مقسم ريشيا، وده نصل مجزأ ريشيا. طبعا الكلام ده احنا شرحناه في الجزء الاول من المحاضره، فمش هنعيد تكراره تاني. هنا النصل مفسس راحيا، وهنا مقسم راحيا، وهنا مجزأ راحيا. يبقى لما هاجي اوصف ورقه نباتيه طبعا ببدا الاول بوصف القاعده، بعد كده وصف العنق، وبعدين لما اوصل للنصل هوصف فيه اكتر من حاجه. الاول اوصف الشكل العام بتاعه، وعرفتك توصف الشكل العام ازاي، ان انت تبص على شكل النصل اللي هو الجزء الاخضر المنبسط ده وتشوفه قريب من اي شكل من الاشكال اللي انت تعرفها تحدد شكله. بعد كده هنوصف قمه النصل وقاعده النصل وحافه النصل زي ما هنشوف في الشرائح التاليه. هنا شريحه بيعرض لي فيها بعض اشكال الحافه للنصل، فبلاحظ اول شكل موجود عندي هنا ان الحافه بتكون مستويه تماما، خاليه من اي بروزات او نتوءات او زوائد، ولا توجد بها انخفاضات. في الحاله دي بسمي الحافه حافه كامله، اي ان حافه النصل الكامله هي الحافه التي تكون مستوية وخالية من أي بروزات أو نتوءات أو انخفاضات. نيجي لشكل تاني للحافة هنا، بلاحظ إن الحافة فيها بروزات حادة، بس تلاحظ إن البرود الحاد مائل بحيث إن قمته متجهة لأعلى، يعني ناحية قمة النصل. في الحالة دي بسمي الحافة حافة منشارية، لأنها بتشبه أسنان المنشار. ممكن تبقى الزوائد الحادة دي صغيرة، يعني بتبقى برضو زوائد حادة وقمتها مائلة ناحية قمة النصل، بس حجمها صغير أصغر من اللي أنا شايفه قدامي ده، فبنسميها منشارية دقيقة زي الشكل اللي انا شايفه امامي هنا، بنسمي الحافة منشارية دقيقة. نيجي بقى للشكل اللي بعده اللي بيقول لي حافة منشارية متضاعفة، يعني ايه الكلام ده؟ تركز معايا على الزوائد اللي انا شايفها هنا دي، الحافة فيها زوائد حادة اهي، وقمة الزائدة الحادة مائلة الأعلى، يعني متجهة الأعلى ناحية قمة النصل، ففي الحالة دي بنسميها منشارية، لكن لو مسكت بروز واحد منهم ده بروز اهو، تمام؟ بادئ منين؟ من الانخفاض ده طالع لأعلى ونازل اهو للانخفاض اللي بعد منه، بلاقي الحافة بتاعة السن المنشاري متقسمة إلى أسنان منشارية أصغر، يعني ده بروز واحد اللي أنا بعلم عليه بالمؤشر ده، أحد البروزات الحادة، بلاقي حافته متقسمة تاني إلى بروزات حادة مايلة الأعلى، فبنسمي الشكل ده حافة منشارية متضاعفة. نيجي للشكل اللي بعد منه اللي بيقول عليه حافة مسننة. الفرق ما بين الحافة المسننة والمنشارية إيه؟ لأن بيبقى فيه تشابه ما بينهم، لدرجة إن البعض بيخلط ما بين الاتنين. عايزك تركز معايا وتفهم الكلام ده. في حالة الحافة المنشارية بيبقى موجود زوائد حادة، قمة الزوائد دي مايلة الأعلى، يعني متجهة الأعلى ناحية قمة النصل، يبقى بنسميها منشارية. أما لو كانت الزوائد متجهة للخارج، يعني قمتها متجهة للخارج أي عمودية على حافة النصل، ماهيش متجهة الأعلى ناحية القمة، بنسميها مسننة. وممكن التسنين يبقى تسنين دقيق زي ما أنا شايف هنا، حجم الأسنان صغير، فبنسميها مسننة تسنين دقيق، زي برضو الحافة المنشارية الدقيقة. هنشوف شكل تاني بيبقى فيه برضو الحافة مسننة متضاعفة. بص معايا على شكل الحافة دي، تلاحظ ده سن كبيرة، ده كله عبارة عن نتوء حاد بارز للخارج، وقمته اللي هي دي اللي بشار عليها بالمؤشر ماهيش مايلة لناحية القمة بتاعت النصل، وإنما متجهة للخارج أي عمودية على الحافة بتاعت النصل. شوفها كده، كل ده عبارة عن بروز واحد، وده بروز واحد، وده بروز واحد، كل دي بروزات تشبه الأسنان لأنها عمودية على حافة النصل. لكن لو مسكت واحد منهم ودققت فيه بلاقي إن الحافة بتاعته متقسمة لأسنان صغيرة، يبقى في الحالة دي بنسمي حافة النصل حافة مسننة متضاعفة. نيجي لبعض الأشكال التانية اللي هي بتكون سهلة نحددها زي الحافة المموجة. الحافة المموجة اللي هي الحافة الويفي أو الأنديوليت، بلاحظ إن الحافة هنا بتكون فيها انسناءات وانخفاضات تشبه موج البحر، علشان كده بنسميها مموجة، فيها ارتفاعات وانخفاضات، مش بروزات وانخفاضات في النصل نفسه، إنما ارتفاعات وانخفاضات في الحافة بتخليها تشبه الموج، فبنسميها حافة مموجة. الحافة المتدرسة زي الشكلين اللي قدامي دول، أو المتعرجة اللي هي حافة بيكون فيها بروزات وانخفاضات،
البروزات بتكون مستديرة، ما هياش حادة. تاني، الحافة المتضرسة هي الحافة اللي بيكون فيها بروزات وانخفاضات، هذا البروز وده الانخفاض. البروزات بتكون قمتها مستديرة، وعلاوة على كده ان البروزات ما بيكونش متساوية الحجم، بيكون بعضها صغير زي ما انا شايف كده وبعضها كبير. في الحالة دي نسمي الحافة حافة متضرسة. اما الشكل الاخير فهو سهل جدا، ان الحافة بتنمو منها نتوءات او بروزات بتكون شوكية، فنسمي الحافة في الحالة دي حافة شوكية. ننتقل الآن للتعرف على أشكال قمة النصل، وهي برضو عملية تقريبية والناس تركز معايا وانا بقولها علشان يعرف ازاي يحدد شكل قمة النصل لما يجي يوصف الورقة. لو نظرنا على النموذج الأولاني هنا، دي بنسميها قمة حادة. القمة طبعا عشان نحددها بنعمل خط أفق كده علشان نشوف الجزء الطرفي اللي موجود في قمة النصل أخد أي شكل. فإذا لقيت القمة هنا عبارة عن نقطة حادة تمثل التقاء حافتي النصل، نسمي القمة في الحالة دي أكيوت، أي قمة حادة. إنما لو لقيت حافتين النصل لما بيلتقوا مع بعض بيعملوا لي نتوء مستدق للخارج. يعني ايه مستدق؟ يعني النتوء ده بتكون قاعدته عريضه وبيتسحب تدريجيا ناحيه القمه، بس القمه غير حاده، يعني قمه عاديه كده ما هيش حاده زي قمه الابره او حاجه زي كده. بنسمي القمه في الحاله دي قمه مستدقه، حتى لو النتوء اللي اتكون زاد طوله وبقى بالشكل ده بنقول عليها قمه مستدقه. فالقمتين دول بنوصف القمه بتاعه النصل بانها قمه مستدقه. النموذج اللي بعد منه شبههم، شبه الاثنين الاولانيين دول، لكن اللي بيحصل فيه ايه؟ ان النتوء زاد وحصل فيه التواء. لما الاقيه طويل وحصل فيه التواء بقول قمه مستدقه مذنبه. يعني ايه مذنبه؟ يعني اصبحت تشبه الذنب او الزي. فكده عرفنا القمه الحاده والقمه المستدقه اللي هم الشكلين اللي قدامي دول، والمستدقه المذنبه اللي يبقى فيها النتوء طويل ومستدق ومنحني للخارج. النصل بيكون لي نتوء مستدق برضو بس قمته حاده ومدببه، فدي بنسميها قمه مدببه. طيب ممكن تكون برضو قمه النصل تكون لي نتوء مستدق وقمته حادة بس طويل ويشبه الإبرة، فبنسميها إيه؟ قمة إبرية. هنا قمة النصل أصبحت على شكل نصف دائرة، بص كده الشكل اللي معايا، ما فيهاش نتوءات للخارج أو بروزات ولا فيها انخفاضات، بنسمي القمة في الحالة دي قمة مستديرة. طب لو اتكون انخفاض صغير للداخل يدوب أشوفه بعيني بسمي القمة في الحالة دي قمة معقودة. أما لو الانخفاض اللي كان في القمة بقى كبير وواضح فبسمي القمة في الحالة دي قمة منخفضة. الشكل اللي بعد كده إن ممكن القمة تبقى على هيئة شوكة زي ما في الصبارات، فبسمي القمة في الحالة دي قمة شوكية. أو إن قمة النصل تتحور إلى محلاق علشان تساعد النبات على التسلق فبسميها قمة محلاقية. يبقى كده أنا شفت عندي عدة أشكال من أشكال القمة في النصل، طبعا في نباتات مختلفة، فأقدر من خلالها لو جالي نصل ورقة في الامتحان أحدد شكل القمة إيه بالظبط. فلو هي نقطة التقاء حافتي النصل ومدببة تبقى قمة حادة، لو عملت لي نتوء مستدق وغير حاد يعني مش مدبب والنتوء ده صغير او كبير بسمي القمه في الحاله دي قمه مستدقه. لو النتوء مستدق وطويل وانحنى في اي اتجاه بسميها قمه مستدقه مذنبه. لو النتوء اللي كون صغير وقمته حاده يعني زي سن الابره كده بنسميها قمه مدببه. لو طويل قوي وقمته حاده بنسميها قمه اباريه. لو قمه النصل مستديره ما فيهاش بروزات او انخفاضات بنسميها قمه دائريه او مستديره. لو كون فيها انخفاض بسيط يدوب اشوفه بعناية بقول عليها قمه معقوده، ممكن تكون القمه شوكيه وممكن تكون محلقية. ولو الانخفاض يكون في النصل كان واضح وكبير بسمها قمة منخفضة. نتعرف بقى على أشكال قاعدة النصل. فزي ما قمة النصل لها أشكال كتير، قاعدة النصل أيضا لها أشكال كتير. من هذه الأشكال الشكل الدرعي اللي هو بيبقى موجود في الأوراق اللي نصلها درعي، ونعيد عليها تاني عشان نفكركم. في أوراق أبو خنجر عرفنا أن النصل بيكون مستدير، بيتصل العنق بالنصل من أسفل في نقطة تخليه يظهر كأنه درع. فوصفنا النصل على أنه نصل درعي، وفي هذه الحالة القاعدة بنوصفها على أنها قاعدة درعي. القاعدة الدرعية هي نقطة توجد على منتصف السطح السفلي للأوراق المستديرة بيتصل بها العنق فياخد النصل شكل الدرع، والقاعدة بنوصفها على أنها قاعدة درعية. كذلك الحال بالنسبة للنصل اللي هو قلب الشكل اللي قلنا بيبقى مقسوم من أسفل عند قاعدة النصل إلى نصفين أو فصين، بيكون مستدير الحافة ويشبهه فصي القلب والعنق بيتصل بالنصل فيما بينهم، فبنوصف النصل على أنه قلبي والقاعدة بنقول عليها قاعدة قلبية. نيجي بعد كده النصل تاني بيكون القاعدة بتاعته يعني مسطحة
مسطحه او على شكل خط مستقيم تقريبا، فبنسمي القاعده في الحاله دي قاعده مسطحه او ترانكيت. ممكن القاعده تبقى مستديره لما يتقابل نصفي النصل في نقطه واحده وتكون حواطفهم مستديره، فتكسب القاعده شكل نصف دائري. بنوصف القاعده في الحاله دي بانها قاعده دائريه او مستديره. لو نصفي النصل ما تقابلوش بالعنق في نقطه واحده، كانت واحده منهم اعلى من الثانيه، فبنقول على القاعده في الحاله دي قاعده مائله او منحرفه. في حاله النصل السهمي بتبقى القاعده برضو قاعده سهميه، يعني بنوصفها على انها قاعده سهميه. وقلنا ان النصل السهمي هو النصل اللي قاعدته بتتقسم الى فصين مدببين حواففهم بتكون على استقامه حافتي النصل، يعني حافه كل فص على استقامه حافه النصل نفسه، فبنوصف القاعده في الحاله دي قاعده سهميه زي ما وصفنا النصل بانه نصل سهمي. برضو القاعده المزراقيه بتبقى موجوده في الاوراق اللي نصلها مزراقي، وقلنا ان النصل المزراقي بيتقسم الى فصين مدببين كما هو الحال في النصل السهمي، لكن قمه الفصين بتبقى متجهه للخارج ما بتكونش على استقامه حافتي النصل. فزي ما وصفنا النصل بانه مزراقي يبقى القاعده نسميها قاعده مزراقيه. نيجي للقاعده المثقوبه، ودي لها قصه لازم تركز معايا فيها عشان تفهمها. احنا عرفنا ان الورقه بتتكون من قاعده وعنق ونصل، وممكن العنق يغيب فيبقى النصل متصل بقاعده الورقه. طب ايه هي قاعده الورقه؟ قاعده الورقه هي مكان اتصالها بالساق عند العقده، مكان اتصالها ده اللي هو اخد لون محمر، ده عباره عن قاعده الورقه. هنا في حاله القاعده المثقوبه بلاحظ ان النصل بينشا من القاعده وينمو حواليها من جميع الاتجاهات. النصل الاقيه ينمو حوالين القاعده من جميع الاتجاهات، فيصبح عباره عن نمو خضري مفلطح بيحيط بالساق احاطه تامه، وتبدو الساق كانها تخترق النصل وتمر من خلاله. فهنا بنسمي القاعده في الحاله دي قاعده النصل قاعده مثقوبه. نيجي بقى لنوع اخر من القاعده اللي بنسميها القاعده المعانقه. هنا قاعده النصل اللي هو الجزء السفلي ده بتبقى مقسومه لفصين، الفصين دول بيحيطوا بالساق وكانهم بيعملوا لها عمليه عناق او بيتعانقوا معاها، عشان كده سموا القاعده في الحاله دي قاعده معانقه. ممكن تبقى القاعده على هيئه ضلعين بينطقوا في نقطه واحده فبتاخد شكل مثلث فبنسميها قاعده مثلثه، او تكون مسحوبه تدريجيا ناحيه عنق الورقه فبنسميها قاعده مستدقه. كده احنا عرفنا اشكال القاعده المختلفه، يبقى درسنا النصل بالتفصيل وعرفنا ايه هو وعرفنا وظايفه وعرفنا تقسيم الاوراق على حسب طبيعه النصل الى بسيطه ومركبه وخدنا اشكالهم المختلفه. بعد كده اتعرفنا على طريقه وصف شكل النصل، شكل الحافه ثم شكل القمه ثم شكل القاعده. هيبقى فاضل لنا حاجه في النصل ناخدها وهي نظام التعريق في النصل. نبدا الان نتكلم عن نظم التعريق في النصل، بس قبل ما نبدا في شرح نظم التعريق نعرف الاول ايه هي العروق او ايه المقصود بالعروق. العروق هي عباره عن حزم وعائيه تمثل امتدادات للحزم الوعائيه الموجوده في عنق الورقه، بتمتد الى داخل النصل وتتشعب بداخله في جميع الاتجاهات علشان تعمل لي شبكه من العروق. طب ما هي فائده هذه العروق؟ اولا احنا قلنا ان هي حزم وعائيه، والحزم الوعائيه بتتكون من خشب ولحاق. الخشب وظيفته نقل الماء والاملاح، واللحاء وظيفته نقل العصاره المجهزه. علشان كده بيكون وظيفه هذه العروق هي نقل الماء والاملاح التي تصل اليها من العنق الى داخل النصل علشان خلايا النصل تاخذ احتياجاتها منها، وفي نفس الوقت بتقوم بنقل العصاره المجهزه او الغذاء العضوي اللي بيكونه النصل عبر نسيج اللحاء الى العنق ومن العنق الى الساق ليعاد توزيعه على باقي اجزاء النبات. دي الوظيفه الاولى. الوظيفه الثانيه، علشان العروق دي بتحتوي على انسجه خشب فهي تكسب النصل قوه ومتانه بحيث يستطيع ان يبقى منبسطا دائما لياخذ احتياجاته من الضوء والهواء، وبالتالي يقدر يقوم بوظائفه على اكمل وجه. طيب ايه المقصود بالتعريق او بنظام التعريق في النصل؟ بيقصد به طريقه توزيع العروق في النصل. وانا عندي نوعين من العروق موجودين، عروق دقيقه وعروق رئيسيه. دي العروق الدقيقه اللي انا بشاور عليها بالمؤشر، ودي العروق الرئيسيه وتفرعاتها الجانبيه. هنا برضو دي العروق الدقيقه وهنا في عرق رئيسي، عروق دقيقه وفي عرق رئيسي. طيب في البدايه بنقسم التعريق الى نظامين رئيسيين، هما التعريق الشبكي والتعريق المتوازي، وده على حسب طريقه توزيع العروق الدقيقه اللي انا بشاور عليها بالمؤشر هنا. طريقه توزيع العروق الدقيقه دي بتخليني اقسم نظم التعريق الى قسمين رئيسيين، تعريق شبكي وتعريق متوازي. التعريق الشبكي بلاقي العروق الدقيقه بتكون موزعه عشوائيا في النصل بدون نظام وبتتقاطع مع بعضها فتكسب التعريق مظهر الشبكه، يعني كل العروق بتظهر كانها ايه؟ شبكه في الجزء اللي انا بشاور
عارف المؤشر ده. وهنا برضو في الورقه دي بلاقي العروق الدقيقه موزعه بشكل عشوائي ومتقاطعه مع بعضها واخده شكل الشبكه. اما في التعريق المتوازي بلاقي العروق الدقيقه متوازيه سواء بالطول زي ما انا بشاور هنا في النص الامامي او متوازيه عرضيا زي النص الامامي هنا. كلتا الحالتين دول بسمي التعريق متوازي لان العروق الدقيقه متوازيه، اما في الحالتين دول بسمي التعريق شبكي لان العروق الدقيقه موزعه بشكل عشوائي ومتقاطعه مع بعضها وبتعطي مظهر الشبكه. طيب هل التعريق بتاعنا كده؟ لا، بقسمه تقسيم تاني. يعني التعريق الشبكي بقسمه الى قسمين تانيين او نوعين تانيين، هما تعريق شبكي ريشي وتعريق شبكي راحي. والتعريق المتوازي بقسمه برضه لنوعين، تعريق متوازي طولي وتعريق متوازي عرضي. وده بيكون بناء على ايه؟ بيكون بناء على وضع العروق الرئيسيه في النص او طريقه توزيع العروق الرئيسيه في النص. فنمسك الاول التعريق الشبكي. في حاله التعريق الشبكي اما ان يكون عندي في النص عرق رئيسي واحد وبتطلع منه عروق جانبيه بتكون موزعه على جانبيه بشكل يشبه الريشه، في الحاله دي هيبقى تعريق شبكي لان العروق الدقيقه عامله مظهر الشبكه، ريشي لان العروق الجانبيه موزعه على العرق الرئيسي في مظهر يشبه الريشه. النوع الثاني من التعريق الشبكي بلاقي في النص اكتر من عرق رئيسي، ده واحد اهو وده الثاني وده الثالث، والعروق الرئيسيه كلها بتخرج من نقطه واحده هي نقطه التقائها مع العنق بحيث تشبه توزيع الاصابع على راحه اليد. علشان كده هنسمي التعريق هنا تعريق شبكي راحي. ثاني التعريق الشبكي بنسميه شبكي لان العروق الدقيقه بتكون موزعه عشوائي ومتشابكه مع بعضها فتعطي النص لمظهر شبكي، وبنقسمه الى تعريق شبكي ريشي وتعريق شبكي راحي. الشبكي الريشي بيبقى موجود في النص عرق رئيسي واحد بتخرج منه عروق جانبيه بتكون موزعه على العرق الرئيسي بشكل يشبه الريشه، عشان كده بنسميه شبكي ريشي. اما اذا كان النص فيه اكتر من عرق رئيسي زي ما انا بشاور هنا بالمؤشر والعروق دي خارجه كلها من نقطه واحده هي نقطه التقاء مع العنق بحيث يصبح توزيع العروق الرئيسيه يشبه توزيع الاصابع على راحه اليد، والعروق الدقيقه متقاطعه مع بعضها وعامله مظهر شبكه هنسميه شبكي راحي. نيجي بقى للتعريق المتوازي اللي قلنا بنقسمه لتعريق متوازي طولي او تعريق متوازي عرض. هو متوازي لان العروق الدقيقه بتكون متوازيه، لكن بقسمه طولي وعرضي بناء على ايه؟ بناء على وضع العرق الرئيسي اللي موجود في النص. فاذا كانت العروق الدقيقه متوازيه وموازيه للعرق الرئيسي يبقى ده تعريق متوازي طولي، اما اذا كانت العروق الدقيقه متوازيه وعموديه على العرق الرئيسي يبقى تعريق متوازي عرض. فاضل نقطه بسيطه بس نقولها هنا في التعريق، ان التعريق الشبكي سواء ريشي او راحي يميز اوراق النباتات ذوات الفرقتين، اما التعريق المتوازي سواء طولي او عرضي فده بيميز اوراق نباتات ذوات الفلقه الواحده ما عدا عدد قليل منها زي نباتات العائله القلقاسيه ممكن التعريق فيها يبقى شبكي. وهعرض عليكم صوره الان هتوضح لكم التعريق الشبكي بشكل اوضح او افضل. هنا لو لاحظنا في الصوره دي عندي في النص عرق رئيسي واحد ممتد طول النص وبتخرج على جانبيه بتنشا منه من الجانبين عروق اصغر اللي هي العروق الجانبيه، بلاحظ ان هي بتاخد مظهر الريشه تقريبا. اما العروق الدقيقه اللي هي موجوده ما بين العروق الجانبيه بلاحظ ان هي موزعه عشوائي متشابكه مع بعضها وبتاخد المظهر الشبكي، فهنا التعريق ده بنسميه شبكي ريش. شبكي لان العروق الدقيقه اخد المظهر الشبكي، ريشي لان العروق الجانبيه اللي خارجه على العرق الرئيسي موزعه عليه بشكل يشبه الريشه. بالنسبه للتعريق الراحي احنا جايبين طبعا جزء صغير من النص ومكبرينه علشان نوضح لك العمليه بشكل افضل. دي نقطه التقاء النص بالعنق، يعني ده النقطه اللي نقف عليها بالمؤشر دي نقطه التقاء النص بالعنق، بس العنق مش موجود هنا مقطوع. فبنلاحظ ان من نقطه التقاء النص بالعنق خارج اكتر من عرق رئيسي، ده عرق اهو وده عرق وده عرق وده عرق وده عرق وده عرق وعرق تاني هنا، مجموعه من العروق الرئيسيه بتخرج من نقطه واحده هي نقطه التقاء النص مع العنق، فكانها موزعه كتوزيع الاصابع على راحه اليد. يبقى العروق الرئيسيه موزعه بشكل يشبه توزيع الاصابع على راحه اليد، والعروق الدقيقه اللي موجوده ما بينها متقاطعه مع بعضها واخده المظهر الشبكي. هنا بنقول التعريق شبكي نسبه الى مظهر العروق الدقيقه، راحي نسبه الى توزيع العروق الرئيسيه في النص موزعه بشكل يشبه توزيع الاصابع على راحه اليد. اما بالنسبه لتعريق اللي هو المتوازي فبتكون العروق الدقيقه متوازيه، فاذا لاحظنا ان هي متوازيه وموازيه للعرق الرئيسي اللي موجود في وسط النص يبقى متوازي طولي، اما اذا كانت العروق الدقيقه متوازيه وعموديه على العرق الرئيسي يبقى التعريق متوازي عرضي. ننتقل بعد كده الى دراسه تركيب الاوراق على الساق او نظام توزيع الاوراق على الساق، وهشرحها لكم على نماذج حقيقيه علشان
الصورة توضح بالنسبة لكم. فبنلاحظ إن ترتيب الأوراق على الساق بيختلف في النباتات المختلفة، لكن هناك أربع نظم رئيسية لترتيب الأوراق على الساق، هي الترتيب المتبادل والترتيب الحلزوني والترتيب المتقابل والترتيب السواري أو المحيطي، وهنعرف الفروق بين الأربع أنواع دول. ففي حالة الترتيب المتبادل بنقول بتخرج على كل عقدة من عقد الساق ورقة واحدة، وتتبادل الأوراق المتتالية وضعها على الساق بحيث لا تظلل بعضها البعض. بمعنى إذا كان في عندي ورقة بتخرج جهة اليمين، فالورقة اللي موجودة على العقدة التالية هتخرج في الجهة المقابلة لها تماما اللي هي جهة اليسار، ثم الورقة اللي على العقدة التالية تخرج في الجهة المقابلة للورقة السابقة لها يعني جهة اليمين. وبكده هلاقي الأوراق بتنتظم في صفين طوليين على جانبي الساق. ونقدر بقى نقولها بشكل تاني علشان نسهل فهم الترتيب الحلزوني اللي هنتكلم عنه بعد كده. فبنقول في حالة الوضع المتبادل بتخرج على كل عقدة من عقد الساق ورقة واحدة، وتتبادل الأوراق المتتالية وضعها على الساق حتى لا تظلل بعضها البعض، بحيث ان كل ورقة بتنحرف عن الورقة السابقة لها بزاوية مقدارها 180 درجة من محيط الساق. ده على اساس ان احنا بنعتبر ان الساق دائري ومقطعها بيكون مستدير، وعارفين ان زاوية محيط الدائرة بتكون 360 درجة. فكل ورقة هتنحرف عن الورقة السابقة لها بزاوية مقدارها 180 درجة، وبكده هتكون الأوراق صفين طوليين على جانبي الساق. أما في الوضع الحلزوني فهو مشابه للوضع المتبادل في إن كل عقدة من عقد الساق بتخرج عليها ورقة واحدة، والأوراق المتتالية برضو بتتبادل وضعها على الساق حتى لا تظلل بعضها البعض. الاختلاف في إن كل ورقة بتنحرف عن الورقة السابقة لها بزاوية مقدارها أقل من 180 درجة، وبكده هيتكون عدد من الصفوف الطولية للأوراق أكتر من صفين. يعني هنا الاختلاف بينه وبين المتبادل، في المتبادل هيكون صفين لأن كل ورقة بتنحرف عن الورقة السابقة لها بزاوية مقدارها 180 درجة من محيط الساق. أما في حالة الترتيب الحلزوني كل ورقة بتنحرف عن الورقة السابقة لها بزاوية مقدارها أقل من 180 درجة، فهيكون لي عدد أكبر من صفوف الأوراق على الساق. طب أعرف عدد الصفوف إزاي؟ بإن أنا أقسم زاوية محيط الدايرة اللي هي 360 درجة على مقدار الزاوية اللي بتنحرف لها كل ورقة عن الورقة السابقة لها. فلو فرضنا ان كل ورقة بتنحرف عن الورقة السابقة لها بزاوية مقدارها 120 درجة، اقسم 360 على 120 هيطلع لي 3 صفوف. اعرف ان الاوراق في النبات ده بتنتظم في 3 صفوف طولية على الساق. طب لو كل ورقة بتنحرف عن الورقة السابقة بزاوية مقدارها 90 درجة، اقسم 360 على 90 هلاقي الناتج 4. يعني في هذا النبات الاوراق مرتبة ترتيب حلزوني، وكل ورقة بتنحرف عن الورقة السابقة بمقدار 90 درجة، فبيكون لي 4 صفوف طولية على الساق. وهكذا نيجي للوضع اللي بعد منه اللي هو الوضع المتقابل، وهنلاقي برضو العملية سهلة لأن كل عقدة من عقد الساق بيخرج عليها زوج من الأوراق، وبيبقى الزوج ده متقابل على العقدة، واحدة جهة اليمين واحدة جهة اليسار. العقدة التالية بيخرج عليها زوج آخر من الأوراق بيبقوا متقابلين أيضا، بس وضعهم متعامد مع الورقتين السابقتين. ثم على العقدة اللي بعد كده بتخرج ورقتين متقابلتين ووضعهم متعامد على الورقتين السابقتين. فهذا الوضع بنسميه متقابل متعامد. متقابل لأن كل عقدة يخرج عليها زوج من الأوراق، متعامد لأن أزواج الأوراق المتتالية بتتعامد على بعضها، تتبادل الوضع مع بعضها علشان ما تظللش بعضها البعض. نشوفها على النموذج اللي موجود فوق هنا بيكون أوضح قوي. يعني مثلا في عقدة خرج عليها زوج من الأوراق المتقابلة، دي ورقة منهم ودي الورقة التانية. العقدة اللي بعد منها خرج عليها زوج تاني من الأوراق، واحدة الناحية دي واحدة الناحية دي، وضعهم متعامد على وضع الورقتين السابقتين. ثم العقدة اللي بعد كده خرج عليها ورقتين متقابلتين، وضعهم متعامد على الورقتين السابقتين لها. بالنسبة للنوع الأخير من نظم ترتيب الأوراق على ساق، وهو الترتيب السواري أو المحيطي، بيخرج على كل عقدة من عقد الساق أكثر من ورقتين، يعني ممكن يبقى 3 أو 4 أو 5، دي بتختلف على حسب نوع النبات، بس بيبقى على كل عقدة أكثر من ورقتين، وقواعدهم بتحيط أحاطة تامة بالعقدة، علشان كده بنسمي الوضع ده محيطي أو سواري. وفي هذا الوضع الأوراق المتتالية بتتبادل الوضع بحيث لا تظلل بعضها البعض. يعني بمعنى تاني إن العقدة التالية هيبقى خارج عليها نفس العدد من الأوراق اللي خرج على العقدة السابقة، بس كل ورقة بتقع في منتصف المسافة ما بين ورقتين
صفحتين من الاوراق اللي موجوده على العقده السابقه. يعني هنا لو نظرنا للصوره اللي موجوده قدامي، هنا العقده بتاعت الصرف خارج عليها 3 اوراق، دي واحده ودي الثانيه ودي الثالثه. العقده التاليه خارج عليها 3 اوراق برضه، نلاحظ ان في ورقه منهم اهي بتقع في منتصف المسافه اللي موجوده بين ورقتين من العقده السابقه، ودي برضه في منتصف المسافه بين ورقتين الموجودين على العقده السابقه. واكتفي بهذا القدر في هذا الجزء من المحاضره، على ان نكمل باقي المحاضره في اجزاء تاليه، والى ان القاكم في الجزء الثاني. استودعكم الله العلي العظيم الذي لا تضيع ودائعه، ولكم مني خالص تحياتي واطيب تمنياتي بالتوفيق والنجاح، ودمتم في حفظ الله وامنه ورعايته، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.